عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم على هذه المبادرة الجيدة، ونشكر كل من ساهم فيها من بعيد أو من قريب، له الجزاء والشكر ولله الحمد والمنة. والله يرحم أم الإسلامية، والله يوفقكم لجميع الخير لما يحبه الله ويرضاه. بطبيعة الحال في إطار حملة شتاء 2019، كما عودتنا دائما المؤسسة العالمية لمحمية الفطرية، اليوم كان يوم توزيع القفة الشتوية على مجموعة من الفئات المستهدفة بإقليم أصزاك. وبطبيعة الحال هذه القفة الشتوية التي تستهدف مجموعة من الفئات في وضعية هشاشة، وأيضا مجموعة من الفئات في وضعية صعبة. هذه القفة بطبيعة الحال يستفيد منها الزياد من 4000 مستفيد، موزعة بين 2800 مستفيد في المجال الحضاري، بينما 1200 مستفيد في المجال القروي. طبيعة الحال هذه الفئات تتوفر فيها مجموعة من الشروط التي تراعي الهشاشة وأيضا الفقر، بالإضافة إلى وضعيات صعبة. من أهم هذه الفئات التي تستفيد من هذه القفة الشتوية لهذه السنة، هناك مجموعة من الفئات في وضعية ترمل، وأيضا المطلقات، بالإضافة إلى أشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى بعض المسنين طارح الفراش وبدون موريد، بالإضافة إلى بعض الفئات في وضعية صعبة والتي تعيش مثلا أمراض مزمنة إلى غير ذلك من الوضعيات الصعبة التي تعيش هذه الفئات على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى التي بطبيعة الحال تحت المرتبة العوز وأيضا الفقر. بطبيعة الحال هذه القفة الشتوية تنظمها كل سنة المؤسسة العالمية لمحمية الفطرية بتنسيق مع السلطات المحلية، وأيضا بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وأيضا تبرز العلاقات الصداقة بين كل من المملكة المغربية وكذا دولة قطر الشقيقة.